باش نشوف لو ميثود على الكولينياريتي وعلى الأورثوغوناليتي. فما 4 ميثود للكولينياريتي وفما زاد 4 ميثود للأورثوغوناليتي. باهي، بالنسبة للكولينياريتي ينجم يكون السؤال مونتري كي 3 بوان A, B, C سون كاليني ou bien deux facteurs sont collinaires, ou bien montrer que deux droites sont parallèles, ou bien pour l'orthogonalité, montrer qu'un triangle rectangle en A, ou bien pour le cas les deux droites perpendiculaires, etc. Le mot, formalement, la collinéarité, 4 méthodes, ou l'orthogonalité, 4 méthodes. Mais je ne vais pas dire la collinéarité. Bien, formalement, méthode, n'a pas un escul, AB égale alpha AC. Maintenant, il a fait alpha réel tel que un facteur s'écrit en fonction de l'autre, c'est-à-dire que les deux facteurs sont collinéaires et puisqu'un d'un point commun A, alors A, B et C sont alignés. Je vous explication le premièrement, valement à deux. Alignez un deux exemple simple. Maintenant, nous avons trois points A d'affixe I, B d'affixe A moins I et C d'affixe 3 moins 5 I. Et je vais montrer que les trois points sont alignés. أول حاجة نجم نحسب أفيكس دو فكتور AB إتيقال فورمول ZB موان ZA إيقال A موان I موان I دون A موان 2I. Je peux conclure que les composantes des facteurs AB هما 1 ou موان 2. Partie réelle هي l'abscisse, partie imaginaire هي l'ordonnée. Aussi أفيكس دو AC ZC moins ZA égale 3 moins 5I moins I est égal 3 moins 6I. Aussi, je peux conclure AC, le composant interne, 3 moins 6. Bref. Là, nous avons l'abscisse de l'AB ou 1, l'abscisse de l'AC ou 3. Donc, nous sommes le 1 le 3, nous sommes notre fois 3. Ou nous sommes le moins 2 le moins 6, nous sommes notre fois 3 aussi. Donc, Andy, remarque. AC, on a alors AC égale 3 fois AB. D'où AB et AC sont collinéaires. Et par suite, les trois points sont alignés. Voilà. Et bien, c'est la méthode Lula. بالنسبة للميثود الثاني ما تبعتش برشا على الأولى هي ديترمينون دي أبي أسي يلزم نلقاه إيكال زيرو معناتها في البريمير إتاب هذيك كيف نعمل لافيكس دي أبي إي لافيكس دي أسي باش نخرج لي كومبوزون تاع الفاكتور أبي والكومبوزون تاع الفاكتور أسي جوست نعمل ديترمينون نحسبو نلقاه إيكال زيرو نعمل كوم بتي رابيل على الفورميل تاع ديترمينون بعد نرجع للميثود الثالث ديترمينون تاع أبي أسي الفورميل هي إذا اخترنا الكومبوزون دي AB هي A و B الكومبوزون تاع الفاكتور AC هما A' و B'. alors الفورميل هي je multiplie في الدياغونال A fois B' moins B fois A'. بالنسبة للميثود 3 هي AFX دي AB sur AFX دي AC إذا قيتو appartient à R نجم نقول أنو الفاكتور AB و الفاكتور AC sont collinaires وهذه تتسمى الميثود الجديدة اللي شفناها في الكاتريام أني في التروزيام اني ما شفناهاش هذي جست نخدمو باش نبينوهم كولينيير بال AB إيكال ألفا أس أو بيان بال ديتيرمينون نعملو إكسبليكاسيون صغيرة على الميثود 3 ونرجعو باهي أفيكس دو AB سور أفيكس دو AC إت إيكال أ ZB موان ZA سور ZC موان ZA إيكال أو برانسيب انت هنايا مش لاوش الفورم ألجبريك وباش تلقاه ريال appartient à R وقتها tu peux déduire que le facteur AB et le facteur AC sont collinaires مادام appartient à R معناتها collinaire بالنسبة للميثود الثالثة خلي ما نستعملهاش كان ما يطلب مني هو مثلا هو في الكاستيون نجم يقولك في البريمير كاستيون كالكولي يعطيك مثال B موانزا سور C موانزا بعد ما تحسبها انت بار اكزومبل لقيتها ريال 3 في الدوزيام كيسيون باش يقول لك كو بيتون ديدوير كو بيتون ديدوير يا ما يقول لك بور لي بوان ا بي سي ولا يقول لك كو بيتون ديدوير وكم المهم
انت شنو يلزمك تجاوب في السؤال الثاني؟ اول حاجه ساعوك يعطيك البلان تاع الاكزرسيس هكا، معناتها شلق لك انك مش تستعمل الميثود 3، ما تمشيش تستعمل ميثود 1 ولا 2. تولي انت بعد ما تحسب بي موان زار وسي موان زار ايجال 3، شنو تجي تعمل في الريبونس تاعك؟ باش تحط في الدوزيام كاستيون، باش تحط افيكس دو ا بي سور افيكس دو ا سي ايجال b moins a sur c moins a, خاطر la fixe نتاع ال a نتاع ال b هو petit b, la fixe نتاع ال a هو petit a, etc. اللي هو قيته 3 اللي هو appartient à R. دونك انت ربطت بين السؤال الاول والثاني انك استعملت la fixe نتاع الفكتور a b هو يساوي b moins a, la fixe نتاع الفكتور a c هو c moins a. والرابور بكله ان ريال. دونك تستنتج هنا انه a b et a c sont collinaires et par suite les 3 points sont alignés. وحبيت نقول هنا انا ما نستعملش الميثود الثالثه وحدي، خلي الا ما يكون البلان تاع الاكسرسيس هو يعمل لي الميثود، يختار لي هو الميثود. اذا ما قال لي حتى شيء ديريكتومون يقول لي كيبيتون دو دوير بور لي بوين ا بي سي، نحاول باش نختار بالميثود الاولى والا الثانيه، خاطر الميثود الثالثه هذه تاخذ شويه وقت في الكالكول باش تلوج فورم الجبريك، لازم تعرف الكونجيغي اتسيترا. فوالا تو نمشيو للميثود الرابع، لونجل اورينتي ا بي ا سي est égal à kpi avec k appartient à z. Je vous fais l'explication en bas. Dans l'angle orienté AB à C, formule complexe ici congrue à argument de le vecteur theni il faut zc moins za ou le vecteur lul zb moins za modulo de pi. كيف كيف زاد حتى الفورميل هذه ما نخدمش بها الا ما يطلب مني هو في الاكزرسيس باش نحسب لونجل ولا باش نحسب رابور هذا، ولا نفهم انه مش نستعمل ارغيمون تاع الرابور زد سي موان زد ا سير زد بي موان زد ا. ينجم هو زاد يقول لي احسب لونجل هذا، بالتالي يقول لي كيبي تون ديدوير. المهم بالنسبه للميثود الرابع زاد ما نستعملهاش وحدي الا ما يطلب مني هو في الاكزرسيس، الاكثريه هيك معناتها الا ما يطلب منك في الاكزرسيس. باهي قبل ما نتعدى الاورثوغوناليتي نحب نقول كلمه لهنايا، سي كاستيون يقول لك ا بي اي سي ني سون با اليني، هنا هي احسن ميثود نجم نختارها. بالطبيعة مش نختار الميثود الثانية، كيف يقول لي مونتري كو ا بي اي سي ني سون با اليني، دونك يلفو شوازير لا ديزيام ميثود خاطر هي اسهل ميثود واحسن ميثود. اما بالنسبة باش تبينهم اليني نخليك تختار يا الاولى يا الثانية ويسكو هما سهلين في الكالكول، وبالنسبة للثالثة والرابعة الا ما تفهم انت من لي لونسي دي ليكزارسيس ومن لي كاستيون باش يوصلك هو الميثود الثالثة وبيان الميثود الرابعة. نتعداو توا الأورثوغوناليتي، دونك عندنا بريمير ميثود هي البيتاغور ا بي كاري بلس ا سي كاري ايجال بي سي كاري، أو بيان دوزيام ميثود لي برودوي سكالير ا بي ا سي، وننصح بهذه يعني الحقيقة، على خاطر بيتاغور فيها كالكول دو تروا ديستونس، وبالتالي باش تكمل تحسب وتعمل فيريفيكاسيون دو ليغاليتي هذي، هذي تتسمى لا ريسيبروك دو بيتاغور. بالنسبة للثاني البرودوي سكالير تكون أسرع. جست تخرج لا فيكس تاع ا بي ولا فيكس تاع ا سي كيما عملنا بكري في الكولينياريتي، وبعدها لي كومبوزون تاع ا بي والا سي وتعمل برودوي سكالير تاعك. نذكر فيت في مثلا عندي ا بي هي ا بي والا سي هي ا بريم بي بريم، دونك البرودوي سكالير تاع ا بي ا سي هو ا بريم بلس بي بي بريم، مش كيما في ديترمينون فما موان في البرودوي سكالير فما بلس. Bref, troisième méthode, afix de AB sur afix de AC appartient à IR, le quantité de rapport AD appartient à IR, voire que nous les deux vecteurs de sont orthogonaux, et par suite le triangle et rectangle ou les deux droites sont perpendiculaires. Et enfin, la quatrième méthode, AB AC égale à pi sur 2 plus kpi, l'angle orienté AB AC, il a pris pi sur 2 plus kpi, les deux facteurs sont orthogonaux avec k appartient à z. حطيت لكم الفيديو هذا هو ماهوش صعيب ساهل، معناتها حطيت لكم لي ميثود باش تكون منظم انت اكثر في خدمتك، دون ما تقرا السؤال في الكومبلكس معناتها تنجم تفهم كيفاش باش تجاوب، انا الميثود باش تختارها. فوالا نحط لكم ان شاء الله ان فيشي بي دي اف فيه لي ميثود على الكولينياريتي وعلى الاورثوغوناليتي، تابع الفيديو هذا ان شاء الله.